يا صباح الخير عليكم، صباح يوم جديد ويوم سعيد، وحلقة جديدة من برنامج صباح مي. حلقة النهاردة الثلاث موافق 4 أبريل عام 2023. يا رب الأيام كلها تكون بخير وحضراتكم تكونوا بصحة، ويبقى النهاردة يوم لطيف، كل واحد ينزل يروح شغله كده ويبقى يوم كله تفاؤل. اسمحوا لي في البداية رحب بزميلتي مارينا. صباح الخير يا مارينا. صباح الفل يا مايكل، وصباح الفل على كل مشاهدينا من كل مكان. نتمنى لحضراتكم يوم جميل كله طاقة إيجابية ويعدي بسلام يا رب. هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا بأول فقرة معانا، وهي بتكون الفقرة الإخبارية اللي دايما بنتكلم فيها عن أهم وآخر الأحداث اللي بتحصل. وفقرتنا التانية هتكون فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات في الصحف المحلية والعالمية. بسعدنا وشرفنا يكون موجود معانا عبر الهاتف كاتب الصحفي الأستاذ رجب الشرنوبي. وفقرتنا التالتة هنتكلم عن الإدمان وتعدد وسائل الإدمان اللي بتحصل حاليا، إزاي نحمي أطفالنا من الإدمان وإزاي نكون عنا عليهم. هيكون ضيفنا في هذه الفقرة دكتور أمير يوحنا استشاري الصحة النفسية. بس قبل ما نبدأ هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معي.